هذه أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن زكاة الفطر وصلاة العيد. رابعاً، زكاة الفطر الأفضل أن تؤديها قبل خروجك لصلاة عيد الفطر كما جاءت بذلك السنة في الصحيحين. إن أخرجتها قبل العيد بيوم أو بيومين فلا إشكال لثبوت ذلك عند البخاري عن الصحابة رضي الله عنهم. أما بعد صلاة العيد من غير عذر فلا تقبل، أما إن كان لعذر لنسيان أو ما شابه ذلك فلا حرج في ذلك لأنه معذور، لكن إن لم يكن معذورا فكما في حديث ابن عباس عند أبي داود كما ثبت من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.